السيد الرئيس، السادة أعضاء المكتب، إخوة أخوات أعضاء الغرفة، السادة الصحفيين، أنا الكلمة ديالي غادي تكون بعجالة. جهة فاس مكناس، حنا اليوم تنتكلموش على فاس بوحدها ولكن تنتكلمو على جهة فاس مكناس. خصنا نعرفو بأن جهة فاس مكناس قطب جامعي بامتياز، هادي هي الأولى. هاديك البلاد ماليزيا ولا إندونيسيا، سبب النجاح ديالها هو العامل البشري، الناس ديالها، ماشي الموارد الطبيعية ولا الناس ديالها. وفي جهة فاس مكناس قطب جامعي بامتياز، وخصها تستافد من وليداتها اللي تيتخرجوا ويبقاو في الجهة، ما يمشيوش لطنجة ولا الدربيضة ولا جهات أخرى. جهة فاس مكناس قطب الصناعات الغذائية بامتياز، وهذاك الدولة اللي مشينا لها لا إندونيسيا لا ماليزيا، أكبر سوق نقدر نقول ديال الصناعات الغذائية الحلال، وديال الاستهلاك ديال الصناعات الغذائية الحلال. لهذا خصنا نطوروا التبادل التجاري والتجارب بيناتنا. جهة فاس مكناس قطب سياحي بامتياز، والسياحة الثقافية والسياحة الدينية. فاش كنا في إندونيسيا كان معرض ديال السياحة الإسلامية اللي كانت متواجدة فيه عدة دول بقوة، وحنا هاد الوفد اللي مشى مثلنا المغرب بواحد لباس تقليدي اللي كنا حاضرين في المعرض، وعرفنا بفاس، وعرفنا بمولاي إدريس الزرهون، وعرفنا بمكناس، وعرفنا بالروحانية، ناهيك على المهرجان ديال الموسيقى الصوفية اللي تيدار فاس كل سنة والإشعاع ديالو. حنا الرسالة ديالنا اللي كانت في إندونيسيا وماليزيا كانت الجانب الإيجابي لجهة فاس مكناس اللي خصنا نفتخروا به. هذه الجهة جهة جديدة عدت تبنى في عمرها عامين ولا عامين ونص. حنا خصنا دابا نشتغلوا يد في يد ونبينوا كل ما هو إيجابي وكل ما هو ممكن تنسيق داخل هذه الجهة، واللي يعطينا واحد المردودية واحد الإشعاع ديال الجهة. ما بقاش الاقتصاد يقتصر على طنجة والدربيضة، حيث الركود راه كاين في المغرب كامل، حيت طنجة والدربيضة ومراكش وأكادير في الصيف. أما المدن الأخرى كاع كاملة، سير في ابن صالح مدينة مغربية تلقى فيها الركود، سير خريبكة تلقى لا ميم شوز، سير أي مدينة اختاريتي تلقى تتعيش المشاكل اللي تنعيشو حنا، وعاد تقدر تكون أقل مدينة فاس تتعيش هاد المشاكل. وبعجالة تنشكر جميع الصحفيين اللي حضروا معنا، وشكراً.